السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم سلوى من قناة سنسونة سلوى، والنهاردة ان شاء الله هنعمل الفلافل او الطعمية بطريقة مختلفة مناسبة للكيتو دايت او اللو كارب. لو انتي على حمية الكيتو دايت اكتبي لي تحت في التعليقات بقالك قد ايه وخسيتي قد ايه علشان نشجع بعض. احنا لسه مستمرين في الوصفات بتاعة الكيتو دايت، وان شاء الله هحاول اثبت كل يوم اربع لوصفة خاصة للكيتو دايت، لاني عندي شوية وصفات صراحة ابتكرتها جميلة جدا وحابة اللي انا اشاركها معاكو. الناس اللي عاملة الدايت العادي هسيب لكم طريقة الفلافل في اول تعليق. هعتمد النهاردة في الطعمية على البروكلي، من الحاجات الجميلة جدا. هحتاج كمان للسوداني المحمص، والتوابل هتكون مهمة جدا النهاردة، البابريكا والكزبرة الناشفة، وكمان بذور الكتان هستعملها، وممكن كمان استعمل شوية من الزعتر او البردقوش، وطبعا الملح. هستعمل زيت زيتون واي نوع جبنة مربعات او جبنة مثلثات او معلقة كبيرة من القشطة، او استغني عن الجبنة وحطي مكانها زيت زيتون، واستعمل نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. ودي كانت كل المقادير، واحتاج شوية مية صغيرين. تعالوا بقى اول حاجة عايزين البروكلي دي نقطعها صغير ونعملها في المفرمة. وقبل كده لما عملنا المحشي وعملناه بالارنبيط، في ناس سألوني لو احنا ما عندناش كبة زي كده وعايزين نفرمها نعمل ايه. فبنفس الطريقة برضو للبروكلي، هاتي المبشرة الكبيرة وعلى العين الكبيرة ابتدي بشريها وهتتبشر معاكي بسهولة. لو عندك محضرة طعام زي كده ريحي دماغك وحطيها على طول، هتتفرم معاكي فرم، هتبقى عاملة كده زي الفتات اهو شايفين كده. طبعا البروكلي من الحاجات المغذية جدا، وفرصة بقى ان احنا ناكله، يعني لو انت ما بتاكلهوش بالطريقة العادية فرصة اللي انت تاكليه. دلوقتي بعد ما طحنت البروكلي حطيت السوداني، كوباية من السوداني، وهحط مثلثين من الجبنة او زي ما قلنا البدايل بتاعتها، وحط معلقتين من زيت الزيتون. وعايزة افرمه، عايزة يبقى عامل زي الرمل كده المبلول، مش عايزة يبقى يتحول لزبدة فول سوداني ولا حاجة، عايزة يكون عامل زي الرمل كده. هياخد وقت شوية وعلى حسب برضو قوة الفود بروسيسور بتاعك. شايفين كده القوام ده، هو ده اللي انا عايزاه، هحطه على البروكلي. عايزة اقول لكم بقى على حاجة بالنسبة لتجهيز الوجبات للكيتو، طبعا هي علشان حاجات معينة بتعمليها لنفسك مش كل البيت بياكل منها، ممكن يكون الموضوع مزعج. طب انا عايزة اقول لكم ان انتم ممكن تسووا الفلافل او الطعمية دي. تعال نحط بس الملح ونحط التوابل اللي احنا قلنا عليها، والمقادير ان شاء الله هسيبها لكم مكتوبة، واحط نص معلقة من البيكنج باودر. كنت بقول لكم اللي احنا ممكن نسوي الفلافل او الطعمية ونحطها في اكياس كده في الفريزر مستوية، ونطلعها وقت ما احنا عايزين ناكل. ممكن نسخنها تسخينة بسيطة جدا، وفي الوقت ده هيكون موضوع سهل علينا. كفاية بقى اكيد برضو موضوع البيض والجبنة والكلام ده على الفطار يوميا بيزهق. انا دلوقتي حطيت شوية من المية صغيرين جدا، وابتدي عجل لحد ما الاقيها هتلم معي. فلو انت حابة في يوم تغيري عن موضوع الجبن والبيض الكتير اللي بيبقى على الفطار، فموضوع الطعمية ده هيبقى لذيذ جدا، ومش هتحسي بقى ان انت محرومة من حاجة. طعم البروكلي باين شوية، يعني مش هقول لكم اللي هو 100% رايح. انا دلوقتي بعمل ايه، بكورها وبحط عليها سمسم وكزبرة. عايزة احط كمية كزبرة كتير فيها، يعني عارفين طعم الكزبرة فيها رائع جدا مع طعم السمسم. برضو السوداني مديها اضافة طعمها، بيديها طعم حلو جدا، بيبعد شوية عن طعم البروكلي اللي احنا عارفينه. فانت مش هتحسي ابدا ابدا اللي انت محروبة من حاجة في موضوع الحاجات اللي احنا بنعملها بدائل دي.
وفكرة حلوة عايزة اقترحها عليكم، لو انتي مثلا بتروحي عند والدتك او حماتك او كده وعلى الفطار بيبقوا عاملين بقى طعمية وكده، خدي بقى الطعمية بتاعتك معاكي، وساعتها مش هيبقى ليكي حجة اللي انتي مش هتاكلي معاهم علشان عاملة نوع دايت غريب ومختلف ومش كل الناس هتبقى متقبلاه، والطريقة دي هتخليكي ان انتي مش حاسة انتي محرومة من حاجة. اقعدي خدي الطعمية بتاعتك او الفلافل وكليها واستمتعي بيها معاهم. شايفين اهي شكلها، محدش ابدا هيعرفها ان هي دي مش طعمية العادية او الفلافل العادية. وانا دلوقتي كده بقى بعملها في ساندوتش من الخاص في منتهى الجمال مع شوية سلطة صغيرين كده، وبتبقى وجبة جميلة جدا سواء على الفطار او للغدا. اتمنى ان شاء الله ان هي تعجبكم، وما تنسوش تكتبولي تحت في التعليقات بقالكم قد ايه على الكيتو دايت وخسيتوا قد ايه، واستنوا ان شاء الله كل يوم اربع وصفة سواء للحلو او للحادق على الكيتو دايت.